احنا النهاردة هنعمل فراخ بالليمون والبطاطس، وجنبيها ايه بقى يا هشام؟ جنبيها سلطة قريبة قوي من سلطتنا، جريك سالاد. يعني احنا رايحين على اليونان. بالظبط كده. الجراجوة دول يا اخي عاشوا في وسطينا وعشنا في طبعا وسطيهم، طبعا. وناس ممتعين جدا. خلي بالك الجريك سالت والجرين سالت دول قريبين، قريبين من بعض. وانت انا ليك، حصلت انت لي ليك قصة لازم تقولها. انا ما كنتش اعرف سيبك. الجرين سالت، رحت اتينا بطلب ايه جرين سالت جعان في اللوكاندا، طلعوا لي سلطه حلوه قوي بالليل بالفيتا تشيز والزيتون والكلام من ده، قلت اكلها تاني يوم بقى. المره دي سمعني صح الراجل. ولا ده كان راجل تاني، كان راجل اكيد تاني. قلت له عايز جرين سالاد، فجاي الراجل جايب لي بتاع سلطه خضراء، قلت له مش دي. المهم قعدت اوحه، ها، وقال لي طب الثانيه شكلها ايه اللي جات لك امبارح؟ اول ما قلت له بقى الجريك وبتاع، عرفت ان انا الغلطان. جريك سالاد عباره عن فلفل الوان، طبعا طماطم وخيار، ايوه، بصل احمر، زيت زيتون، والزيتون نفسه بقى، يعني الزيت والزيتون بتاعه، وجبنه فته مقطعه كيوبس او متفلفله عليها. الفراخ بقى انا هقولها لك بقى، قول لي بقى الفراخ. انا بحب قوي الفراخ بتاعتهم نهائيا، لانها الاثنين فراخ والبطاطس، طبعا فراخ والبطاطس، وبيتحط معاها بقى كميه بهارات، مش بس الكميه في العدد، احنا عندنا اربع بهارات بتزود الكميه، ففي الزعتر والبابريكا والروزماري اوريجانو الزبادي. احنا هنعمله في الفرن، هم بتعمل بطريقتين، في الفرن وعلى البوتاجاز. لا على الشوايه بقى، يا وانت سلام. بره كده بقى في رحله بقى تروح شويها بقى،